من أسواق الجنوب الجزائري إلى سوق شمالها وبعين تيموشنت، وفرة تشهدها سوق التمور بمختلف أنواعها بأثمان لاقت استحسان الجميع قبل أيام قليلة تفصلنا عن حلول شهر رمضان المبارك. عندنا هذه تيمشور تاع المنيعة، عندنا البلح تاع طولقة، عندنا البرونشات، وعندنا العرجون. السنة غير اللي ما باغيش ياكل. هنايا في الاسواق الشمالية. الاسواق رانا نشمو شمة خفيفة. شحال التمرة؟ 15000 اختي. رانا كشغل حنا معاودية غير شمة خفيفة. راك معايا. ومن الرمضان يزيد ينقص؟ اللي يقعد كيما راه سا ديبو ينقص. الاسعار ها شوية تولي. لا في الخضرة في التمر في كلش، الاسعار ها شوية تولي. يغلى هو ما ينقصش في رمضان، خاطش الناس تاكله بزاف. ان شاء الله، حنا نتمنوا ان شاء الله يكون الخير. يكون الرخصة مليحة شوية ان شاء الله. هي أنواع مختلفة من التمور بأثمان تراوحت بين 150 و600 دينار جزائرية حسب نوعية وجودة التمور المعروضة. التمر منا كاين 300، كاين 40، كاين حتى 60000، 50000، 60000. 40 تاع العصير التمر. 40000 سلعة شابة، حنا مادا بينا التمر يقعد بهذه السومة راه شوية رخيص. أما التمر راه في متناول الجميع ذا العام. أسعار راه 40، عندي ب 45 العرجون، عندي ب 40، عندي ب 30، وعندي ب 20، وعندي تاع المنيعة تيم جهور ب 20. التمر راه مليح، حنا شنطلبوا من الدولة ترخص علينا البطاطا واللحم الدجاج، صوالح تاع المسكين المستهلك، صوالح اللي يستهلكهم المسكين يرخصوهم علينا. البلح العرجون هي مشاهد لتمور تزين أسواق ولاية عين تيموشنت قبل الشهر الفضيل، المادة التي تشهد تزايدا في الإقبال على اقتنائها خلال رمضان، إذ يأمل الجزائريون تواصل انخفاض أسعاره أو على الأقل استقرارها في هذا المستوى في وقت تشهد مختلف المواد ارتفاعاً جنونياً.